يقول على شاول الملك، ذكر في صمويل الاول ان شاول اخذ سيفه وسقط عليه فمات شاول، اي انه قتل نفسه بنفسه. وبيقول بعد ان رفض حامل سلاحه قتله، في نفس هذا الحادث ذكر في صمويل الثاني ان شاول طلب من العماليقي ان يقتله فوقف عليه وقتله. هو اللي حصل انه وقع على سيفه لكن لسه فيه روح، ويعني هيموت هيموت بس هيتعب شوية، فعايز واحد يخلص عليه علشان ما يفضلش قاعد في العذاب ده. فهو وقع فعلا على سيفه ويموت نفسه، والسيف دخل جواه وخلاص ابتدى يدروخ وتعبان، لكن لسه حياته فيه ولسه نفسه فيه، فعلشان ينقذ نفسه من العذاب طلب ان حد يدوس عليه على السيف علشان يخلص عليه، وخلص عليه. ولذلك الانسان اللي راح يبشر داود ويقول له حصل كذا، داود امر بقتله وقال له ازاي مسيح الرب انت